عليكم يا دنيا. أيوة، السلام عليكم دكتورة نادية. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا دنيا؟ الحمد لله، كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة يا ست الفل، اتفضل. دكتورة أنا عندي مشكلة بيني وبين خطيبي، أنا مخطوبة بقالي 1 سنة و9 شهور، بيحصل بيني وبينه مشاكل كتير. كان في الأول بيقول بيغلط وبيقول ألفاظ وكده، قلت له ده ما يصحش وعيب إنه يتقال كده، يعني حاجات يعني بيشك كده لوحده وبعدين يقول ألفاظ لوحده وكده، فقلت له ما يصحش. بعدين هو بطل إن هو يقول حاجات زي كده، بعدين يعني إيه بيقعد يخليني أحلف كتير وكده. قلت له أنا يعني حرام وفيها حرمانية إن أنا أحلف كتير، مش عمال على بطال. طبعا. وبعدين مثلا اي مشكله يقول لي خلاص انا عايزه اخد حاجتي وكده، قلت له طب خلاص انا امشي في الاجراءات ان انا ادي له حاجته وكده. وبعدين لما امشي في الاجراءات يقول لي انت صدقتي انا انت بتبيعيني. قلت له انا ما ابتديتش، انت اللي ابتديت، انت اللي قلت كده وانت اللي غلطت في البدايه. يعني تملي المشكله بتيجي من عنده هو، يعني انا فاكره ان من اول خطوبه لغايه دلوقتي انا ما بكلمش والدته واشتكي لها غير مره واحده بس، وده بسبب ان هو غلط فيها مره انت غلطه كبيره واضح قوي. انك يعني مضغوطه جدا يا دنيا، يعني وانت بتتكلمي والضغط ده مضغوطة كمان جدا. على والدي كمان وعلى والدتي، ووالدي بيقول لي يعني وانا حاولي عليا انت من ده بايه يعني. يا دنيا؟ يعني وانا ليه اقعد اضغط في نفسي؟ واحد عايز هو انسان كويس وكريم يعني وطيب وكل حاجة، انسان ما قلناش وتعب اي برضه مشاكل، احيانا ما قلناش بيسافر اي وبيروح حاجة، ما وبيجي. فيش اي مشكلة ان يكون انسان كويس، بس قد يصلح لغيري لا يصلح الي. لما اخد انسان هو اي طريقة بيتعامل معايا بيها بيشتم، ده احنا هو واحنا بطل ان مخطوبين هو بطل ان هو يقول الفاظ وبطل كده. قلت له عيب، بطل. ده يعني بقاله قد ايه يا دنيا؟ يعني داخل في شهر كده. يعني هو قلت له شهر عيب، كده تفضل يبقى انا حد يقول حكمت عليه لاختك انه كده؟ بطل؟ نعم. وشهر ده انا اقدر في عمر الانسان اقول انه ده خلاص يعني فاق وعاد الى الله سبحانه وتعالى وبطل انه يشتم؟ شهر ده في عمر الانسان حاجه بسيطه، ما هواش الشيء اللي يخليني اقدم على الامر كده يعني. المهم كملي يا دنيا. دلوقتي انا فرحي المفروض ان هو اصلا بيسافر وبيروح وبيجي، فالمفروض ان هو في شهر اجازه اللي هو شهر 10، وبعد كده شهر 11 المفروض ان احنا هنتجوز فيه. فانا مش عارفه دلوقتي، قال ان انا اكبر يعني حاول ان انا اديله فرصه واستحمل عصبيته. هو عصبي، هو موضوع اللي هو انا كمان الخطيب موضوع اصلا. موضوع الشك ده مش مريحني برضو، لان موضوع الشك ده يعني انت مثلا هتعيشي اكون في وجع قاعده انا دماغ وهو في طول مكان عمرك. او كده يقول لي انت بتبصي على فلان، اقول له لا انا مش ببص على بيقول لك فلان، انت او ايه؟ يعني بتبصي على فلان، اقول له لا انا مش ببص على فلان ولا حاجه، انا قاعده لا معاك حول ولا قوة وبتكلم. الا بالله. فبقول لي بيقول حاجات اللي هو لا تصدق، يعني مش بصدقها، بحس ان هو يعني مش بتاعتك تمثيل يعني. كده. اه يعني مش بصدق الكلام اللي هو بيقولوا لي. بعدين يعني لا بقلق منه، في ساعات برجع بقول طب هو ليه بيقول لي كده؟ ليه بيعمل كده؟ ما عملتش معاه حاجه وحشه عشان يقول لي انت حاجه زي عارفة، كده، انت عارفة يا وما دنيا، انا يعرفش عني حاجه وحشه. يا دنيا انت عارفة انا ليه سألتك؟ لما بقول لك انت شكلك مضغوط، لان الانسان وهو داخل مقبل كده ومقدم على، انت في سؤال تاني او شيء؟ لا هو ده اكتر حاجه يعني حاضر. مضايقاني اللي هو طيب العصبيه اسمعيني والمشاكل. كده ايه بعقلك. ممكن يا دنيا، جدا دنيا معانا وبحب ولا اسمع راحت فين؟ رايك. يا دنيا ممكن تسمعيني بعقلك حاضر معاك. وهننحي العواطف على الجنب شويه، لان خلاص العواطف دي سرعان ما تذوب وتختفي مع اول اساءه او اهانه او شك في سلوكياتك او يتعامل معاكي بطريقه لا تليق بعد الجواز، ولا كانك شيء، مش هتكوني شايفه ولا اي شيء من هذه العواطف اللي انت يعني هي عامله لك حاله الاضطراب ما بين عقلك اللي رافض لمثل هذه الشخصيه الشكاكه والتصرفات اللي بيتعامل بيها معاكي، وانت يعني تكوني من بيت كريم ومش متعوده على هذه الطريقه، وانت نفسك بتقولي تصرفات انا مش قادره اعقلها، واضح من صوتك يعني يعني الله اعلم، لكن انا شايف يعني في طريقتك حتى وطريقه القائك للسؤال في اضطراب شديد، مما يقول انه في براءه شديده فيها اضطراب ما بين العاطفه وما بين العقل. العقل يقضي علي يا دنيا ان انا لا اعيش نفسي ولا اعيش ابويا وامي اللي ربوني وتعبوا فيا وعايزين يوم ان انا اتزوج من انسان يعيشني في هدوء مش يعيشني في اضطرابات. اذا كان احنا لسه في يعني في الوقت اللي الناس بيقعدوا يتجملوا فيه ويكذبوا فيه، هو مش حتى يعني مش قادر يستر على نفسه، والحمد لله انه مكشوف عشان تنكشف لي الاخطاء، فقد يكون يصلح لغيري. انما انا اتجوز انسان يقول لك انت بتبصي على واحد وانت بتبصي وانت يعني لما انت ما انتش عارف البيت اللي دخلته وخطبت منه خطبت ليه، فيبقى ده يديني اشاره انه الشخصيه دي قد يكون فيها نوع من الافراط في الوسوسه والشك، ودي من الحاجات التي يبغضها الله سبحانه وتعالى، انها بتقدر العيشه من الريبه دي ما يحب الله، ومنها يعني الانسان
من الغيرة ما يحب الله، الغيرة دي في الحق مطلوبة، لكن الغيرة في الباطل قال لك مما يبغض الله. الغيرة، الغيرة دي لما بتكون في ريبة مما يحبه الله، لكن الغيرة في غير ريبة مما يبغضه الله، لأن بتقلب الدنيا، بتقلب الحياة، بتخلي الإنسان مش عايش حياة هادية ونعمة. وإنت مضطربة جدا، طب أنا يعني أقدر إن أنا خلاص إحنا نبتدي نعمل نقطة، وإنت بتقولي معايا مشكلة بياخد حاجته ويمشي، خلاص ياخد حاجته وكل واحد يروح لحاله، وتقولي له أنت إلى الآن مش عارف البيت اللي أنت دخلته، وأنت داخل شاكك في البنت اللي أنت خطبتها، وعمال تقول لها انت بتبصي لفلان، الكلام ده انت حتى ما تقوليهوش، والدك الكريم هو اللي يقوله له، وبتقولي العصبيه مفرطه وبتؤدي الى شتم وسب، مش الشهر هو اللي هيقول لي انه بقى مستقيم وانه ما بيشتمش وانه مش هيغلط. فانا ليه احط نفسي في الضغط ده، وابويا وامي الناس الطيبين اللي تعبوا فيا ده، عايزين واحد يعني تقر الاعين بيه، حاجه كده الواحد يرتاح اليها. فالنبي السيده عائشه حذرت من هذا الامر، قالت فلينظر احدكم اين يضع كريمته، النكاح رق، لازم اشوف بنتي محطوطه في مكان اكون مطمئنه عليه. مش واحنا بس في الخطبه انت مضطربه للاضطرابات دي كلها، نحي العواطف على جنب. هذا بما قلت ارى انه لا يصلح وهيسبب مشاكل كبيره، على قدر السؤال اللي حضرتك وعلى قدر الطرح اللي حضرتك قلتيه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يبدله يعني بخيرا منك، وان يبدلك بخير منه، يبدل كل انسان باللي يصلح معاه. إنما أنت بهذا الاضطراب الشديد لو استمريتي على هذه الصورة إلى ما بعد الزواج، يعني أنت هتفقدي أعصابك، ربما تخسري صحتك، وتعيشي أبوك وأمك في ضغط عصبي ملوش لازمة. المواويل دي يا دنيا.